الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، برحب بيكم في حلقه جديده من برنامج كلام في الميديا. امبارح طبعا النادي الاهلي اعلن عن الصفقه اللي كل الاهلاويه كانوا متابعينها ومتابعين تطوراتها ومستنيينها ان هي تتم، وهي طبعا صفقه حسين الشحات اللي انضم اخيرا لصفوف نادي القرن المارد الاحمر لمده 4 مواسم ونص. واكيد بنقول لحسين الشحات مبروك انضمامك للنادي الاهلي، وكلنا اكيد ثقه فيك وفي قدراتك وفي مهاراتك، وكل جماهير النادي الاهلي مستنيه منك كتير. كمان النهارده اعلن النادي الاهلي انتقال ياسر ابراهيم مدافع فريق سموحه لصفوف الفريق لمده 4 سنين ونص، واللاعب برضو راح النهارده نادي الصبح بعد ما وصل الاتفاق ما بين الناديين للتوقيع على العقود. الفريق اتمرن النهارده الصبح الساعه 11 وبعد كده سافر للدخول في معسكر مغلق اسكندريه استعدادا لمواجهه سموحه في الدوري بكره ان شاء الله الساعه 5، ويستمر في اسكندريه حد برضو مباراه فيتا كلاب الكونغولي في الجوله الاولى من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، ومقرر ليها باذن الله يوم السبت الجاي يوم 12 يناير القادم. بالتوفيق اكيد للنادي الاهلي في المباريات القادمه، وان شاء الله يكون شهر يناير ده شهر الانتصارات. هنناقش الكلام ده واخبار تانية كتير خلال حلقتنا النهارده. ضيفنا النهارده استاذ رامي رجب الناقد الرياضي في جريده الدستور، وكالعاده بنبتدي حلقتنا دايما باهم وابرز العناوين. الشحات يخوض ميرانو الاول مع الاهلي ولا سارتي يجتمع به. الاهلي ينهي اجراءات قيد جيرالدو في قائمه الفريق. سموحه يوافق على انتقال ياسر ابراهيم للاهلي. 20 لاعب في معسكر الاهلي استعدادا لسموحه وفيتا كلوب. عامر حسين اقامه مباراه القمه في برج العرب قرار امني. وفد مصر يصل السنغال ويبدا حمله الترويج لملف كاس الامم. من اهم عناويننا نروح لاهم الكلام والاخبار اللي اتقالوا عن النادي الاهلي في الصحافه. الأهرام، الأهلي يتعاقد مع حسين الشحات مقابل 100 مليون جنيه، ياسر إبراهيم يدق أبواب الجزيرة، والنادي يطالب أهلي جدة وعبد الله السعيد بمليوني دولار بعد انتقاله للبيراميدز. الأخبار، الأهلي يتعاقد مع الشحات وياسر إبراهيم على الأبواب. حسين سعادتي لا توصف بالانضمام لنادي القرن وتحقيق حلم الطفولة. الجمهورية، قيد عمرو جمال محليا، الشحات في الأهلي رسميا ويشارك في التدريب اليوم. المسا، الشحات في تدريب الاهلي اليوم، صانع الالعاب الجديد حققت حلم العمر بارتداء فانيلا الفريق المفضل. الاخبار المساء، الشحات اهلاوي ب 115 مليون جنيه، لانسارتي يدخل مرحله كشف المستور، وسليمان يقود خط الهجوم امام سموحه. مجله الاهلي، لانسارتي بوضوح الاهلي فريق عظيم والقادم افضل كثيرا، حددنا كل المتطلبات ونعالج كل الاخطاء. روز اليوسف، الوحش جيرالدو، لاسارتي فرحان بامكانيات الانجولي، والاهلي يعلن التحدي في الايام الستة. نروح معاكم سريعا لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي، وطبعا كلها بتتكلم اكيد عن صفقات النادي الاهلي وبالتحديد عن حسين الشحات وعن ياسر ابراهيم. طبعا الجرايد اللي طلعت دي طلعت امبارح، فلسه ما كانتش عندها الخبر اليقين، او ما كانتش لسه عندها مصادر مؤكده من الامضاء مع ياسر ابراهيم. هنبتدي بالاهرام اللي قالت ان النادي الاهلي خلاص انهى صفقه حسين الشحات مع فريق العين الاماراتي، واتنقل اللاعب اخيرا لصفوف النادي الاهلي بصفقه قيمتها 100 مليون جنيه لمده 4 سنين ونص، وده بعد اتصالات مكثفه ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وغانم الهجري رئيس العين الاماراتي. كمان النادي الاهلي انهى اتفاقه مع نادي سموحه عشان ينتقل ياسر ابراهيم مدافع سموحه للنادي الاهلي. كمان بعتت اداره النادي الاهلي مذكره لاتحاد الكوره بتطلب فيها تنفيذ بنود العقد المبرم ما بين الاهلي ونادي اهلي جده السعودي وعبد الله السعيد، واللي بتنص على حصول النادي الاهلي على مبلغ 2 مليون دولار في حاله انتقال اللاعب لاي نادي في مصر. نروح للجمهورية اللي قالت ان في اتجاه قوي جوه الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيد عمرو جمال في قائمة الفريق للاستفادة من خبراته الكبيرة وثقتهم في قدراته الفنية، وكمان لعلاج النقص الكبير اللي موجود في مركز راس الحربة بسبب اصابة وليد ازارو وصلاح محسن وايقاف كمان مروان محسن، واللي اكيد هتجبر الفريق انه يلعب ماتش سموحة بكرة من غير مهاجم صريح.
محسن الشحات هيشارك النهارده في تمرين النادي الاهلي استعدادا لمواجهه سموحه بكره ان شاء الله. ونقلت على لسان الشحات تصريحات بانه حقق حلم حياته ان هو لابس تيشيرت النادي الاهلي فريقه المفضل. وقال الشحات ان المرحله اللي جايه بتتطلب بذل الجهد من كل اللعيبه والجهاز الفني عشان يرجع الفريق مره ثانيه لمساره الطبيعي ويفوز بالبطولات. قال كمان ان هو بيوعد جمهور النادي الاهلي انه هيبذل اقصى جهد عنده عشان يساهم في اسعاد جمهور النادي الاهلي بالعوده للانتصارات والفوز بالبطولات. كمان مجلة النادي الأهلي قالت إن لاسارتي قال في حواره مع المجلة إن هو عارف ومتأكد إنه بيقود فريق كبير وعظيم وإن الكبوة الحالية لن تستمر طويلا وإن الفريق في الفترة اللي جاية هيظهر بشكل متميز والانتصارات والبطولات قادمة لا محالة. وقال كمان إن الجهاز الفني بيعمل على علاج كل الأخطاء الفنية للعيبة وكمان حدد كل الاحتياجات الفنية عشان يرجع الفريق لطريق الانتصارات وطريق البطولات. وأكد كمان إن اللي جاي هيكون أفضل بكتير. روز اليوسف كمان قالت ان الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده لاسارتي سعيد جدا بالمستوى الفني اللي ظهر عليه لاعب النادي الاهلي الجديد الانجولي جيرالدو واللي ظهر بيه في المباراه الوديه اللي اقيمت اول امبارح على ملعب التتش مع فريق جمهوريه شبين فاز فيها النادي الاهلي 3-0. وكمان الجهاز الفني جهز في المباراه دي محمد محمود ومحمود وحيد عشان يلعب بيهم في المباريات اللي جايه وكمان شارك عمرو جمال وعمرو بركات وظهروا بمستوى كويس جدا. ده كان اهم الكلام اللي اتقال امبارح او من امبارح لحد النهارده عن النادي الاهلي في الجرايد. دلوقتي ميعادنا بقى مع اخبار النادي الاهلي لكن من على مواقع الانترنت. الموقع الرسمي للنادي الاهلي الشحات يخوض ميرانو الاول مع الاهلي. الموقع الرسمي للنادي الاهلي لاسارتي يجتمع مع الشحات في يومه الاول في الاهلي. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، الاهلي ينهي اجراء قيد جيرالدو في قائمه الفريق. البوابه سبورت 20 لاعب في معسكر الاهلي استعدادا لسموحه وفيتا كلوب. في الجول قائمه الاهلي ضد سموحه ظهور جيرالدو وعوده حمودي وغياب الشحات. صدى البلد سموحه يوافق على انتقال ياسر ابراهيم للاهلي. اليوم السابع ياسر ابراهيم يصل الاهلي بعد توقيعه رسميا قادما من سموحه. بوابة الأهرام تدريبات تأهيلية لثلاثي الأهلي على هامش ميران اليوم. الموقع الرسمي للنادي الأهلي رجال طائرة الأهلي يواجه دلفيف في كأس مصر. نروح معاكم سريعا لأهم التفاصيل الخاصة بأخبار النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت وهنبتدي مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال إن اجتمع مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي مع حسين الشحات لاعب النادي الأهلي الجديد على هامش تمرين الفريق النهاردة الصبح. حرص لاسارتي على الترحيب بالوافد الجديد في تمرينه الأول مع الفريق وتواجد الشحات النهاردة جوه النادي الأهلي عشان يبدأ رحلته الجديدة مع الفريق بعد التعاقد معاه لمدة 4 سنين ونص. لسه مكملين اخبار النادي الاهلي من على الموقع الرسمي اللي قال برضو ان انهى الجهاز الاداري في الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي النهارده اجراءات قيد الانجولي جيرالدو داكوستا في قائمه الفريق. اصبح اللاعب جاهز للمشاركه في مباريات الفريق اللي جايه وفقا لرؤيه الجهاز الفني وده بدايه من لقاء سموحه المقرر ليه بكره ان شاء الله يوم الثلاثاء على ملعب برج العرب في اسكندريه في اطار مباريات الدوري. نال اللاعب اعجاب الجهاز الفني بعد ما قدم اداء مميز خلال التدريبات الاخيره بالاضافه لظهوره بشكل مميز خلال مباراة جمهورية شبين الودية واللي أقيمت يوم السبت اللي فات. كمان موقع في الجول قال إن أعلن مارتين لاسارتي مدرب النادي الأهلي عن قائمته، قائمة العشرين لاعب اللي ضمت اللي طبعا بتتضمن اللاعبين اللي هيواجهوا إن شاء الله في مباراة سموحة اللي جاية في الدوري المصري الممتاز وفيتا كلوب كمان في دوري أبطال أفريقيا وده ضمن المعسكر المغلق اللي بيقيمه نادي في اسكندرية واللي طبعا بيمتد لحد المواجهة اللي جاية. بيغيب مروان محسن عن مواجهة سموحة بسبب فصوله عن الإنذار الثالث لكن طبعا هو ضمن القائمة لأن معسكر النادي الاهلي المغلق في اسكندريه هيفضل برضو مكمل لحد مواجهه فيتا كلوب الكونغولي. كمان جيت قايمه بقى النادي الاهلي كالتالي في حراسه المرمى شريف اكرامي محمد الشناوي علي لطفي في الدفاع ايمن اشرف محمد هاني علي معلول كريم وليد او كريم نيدفيد ومحمود وحيد وسليف كوليبالي في الوسط محمد محمود هشام محمد اسلام محارب عمرو السلية احمد حمودي رمضان صبحي ناصر ماهر جيرالدو داكوستا ومحمد شريف وليد سليمان وفي الهجوم مروان محسن.
مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا ولسه مكملين اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت، وبنوصل لليوم السابع اللي قال انه وصل لياسر ابراهيم مدافع النادي الاهلي الجديد لمقر النادي الاهلي بعد اتمام اجراءات انتقاله رسميا قادم من نادي سموحه، بعد ما اعلن مسؤولين القلعه الحمراء التعاقد مع مدافع الفريق السكندري رسميا. اعلن مسؤولين النادي الاهلي ضم ياسر ابراهيم لمده 4 مواسم ونص بعد الحصول على توقيع اللاعب وتوقيع العقد ما بين الناديين، والمفروض انها تعلن خلاص اداره النادي الاهلي عن الصفقه وسائل الاعلام عشان تكون ضمن الصفقات الشتويه اللي ابرمها الفريق الاحمر عشان يدعم بيها صفوفه بعد التعاقد مع الانجولي جيرالدو ومحمد محمود مدافع وسط وادي دجله ومحمود وحيد ظهير ايسر مصر المقصه ورمضان صبحي لاعب هيرسفيلد تاون الانجليزي واخيرا كمان حسين الشحات لاعب العين الاماراتي. كمان بوابة الأهرام قالت إن أدى ثلاثي حسام عاشور وسعد سمير وصلاح محسن لعيبة الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي تدريبات تأهيلية على هامش تمرين الفريق الأحمر النهارده يوم الإثنين والمقام على استاد مختار التتش في الجزيرة. بيعاني عاشور من الإصابة بالتواء في الكاحل، وكمان بيعاني سعد سمير من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، وبيعاني محسن من مزق في العضلة الضمة. لسه مكملين الاهلي من على مواقع الانترنت، وبنوصل للموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان الفريق الاول لكره القدم رجال في النادي الاهلي بيخوض مباراه مهمه النهارده يوم الاثنين قصاد نظيره فريق دلفي ضمن منافسات دور ال 32 من بطوله كاس مصر. تنطلق المباراه الساعه 6 مساء على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي في الجزيره، وبيسعى خلالها اكيد الفريق ان هو يظهر بشكل مميز ويحقق فيها الفوز. وعشان نعرف تفاصيل اكتر عن تدريب النادي الاهلي النهارده صباحا، طبعا التدريب الاخير قبل انطلاق الفريق لمعسكر المغلق اللي هيقام في برج العرب في اسكندريه، معانا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي اللي كان النهارده متواجد في التدريب. مساء الخير عليك يا شريف. مساء الخير عليك شيماء وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بالفعل زي ما قلت النهارده كان في تمرين للنادي الاهلي في الساعه 11 صباحا، ممكن حضرت التمرينه الوقت الجديد للاعب حسين الشحات اللي كان عنده بهجه وسرور انه بيشارك في تمرين النادي الاهلي. يمكن كان في جلسه مع اللاعبين حوالي 5 دقائق بين رشاشه المدير الفني طبعا للنادي الاهلي وكابتن الحفيظ مدير الكره وباقي الجهاز مع اللاعبين، اتكلموا عن اهميه مباراه الغد والتركيز فقط في المباراه وتقديم مستوى يليق باسم النادي الاهلي والعوده مره اخرى للانتصارات. يمكن مشاركي عقد جلسه مع جلبدو اللاعب الانجولي يمكن حوالي 3 أو 4 دقائق في الملعب، وعقد ايضا جلسه مع الوقت اللي فيه حسين الشحات اللي بيكمل معاه وكان بيديله اهتمام نظرا لمشاركته للاعب في اكثر من مركز واشاد بهذه الصفقه. كابتن الخطيب ايضا في الحريق انه يكون في جلسه مع حسين الشحات. يمكن تدريب النهارده كان بدني نوعا ما، يمكن فتره كبيره جدا مدرب الاحلام في النادي الاهلي يمكن كان مخصص كذا فقره تدريب بدني، ثم الشغل التخصصي على الزون يمكن من العرضيات ومن العمق، ثم ختم التمرين الفردي بالتصويب على المرمى. يمكن بعد انتهاء التمرين سيد اللاعبون حسين تناولوا وجبه الغذاء في مطعم النادي، لما رجعوا غرفه اللبس مره اخرى قبل التوجه الى الاسكندريه او برج العرب المضيف لمباراه سموحه غدا. نتمنى باذن الله توفيق بكره للنادي الاهلي. كان موجود الكابتن الخطيب رئيس مجلس الاداره الحريص يتكلم مع اللاعبين على مسؤوليات المرء فقط في مباراه غد وفي ما هو قادم لمشوار النادي الاهلي. يعني حصول النادي الاهلي على 3 نقاط كانت الجلسه مثمره، كانت جلسه ادت انطباع كبير لدى اللعيبه لما بيلاقوا نجم كبير بحجم كابتن خطيب في غرفه الملابس بيجلس معاهم بيحفزهم على تقديم مستويات رائعه الفتره المقبله. يمكن على جانب الاخر كابتن طارق سليمان مع الحراس الاربعه اكرامي والشناوي وعلي لطفي وشوبير قدموا تمرينه قويه جدا، ويمكن الاربعه بيعلنوا جاهزيتهم لهذه المباراه. يمكن التاهيل كان مستمر، سعد سمير، حسام عاشور، رامي ربيعه، جزار، صلاح محسن، التمرين شغال على اكمل ما يكون، وباذن الله نتمنى بكره يكون يوم سعيد للاهلاويه، بكره يكون فوز ان شاء الله باذن الله. شريف النهارده ياسر ابراهيم كان متواجد في النادي الاهلي؟ الايه؟ ياسر ابراهيم النهارده كان متواجد في النادي الاهلي؟
بعد ما حسين الشحات شارك في تمرين النادي الاهلي وغادر النادي الاهلي، كان في نهايه اليوم حضور ياسر ابراهيم لمقر النادي الاهلي وعقد جلسه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن محمد يوسف والكابتن عدلي الصيعي، ووقع بالفعل على انضمامه للنادي الاهلي، وكان لنا لقاءات خاصه وحصريه طبعا مع النجمين حسين الشحات وياسر ابراهيم اللي ادوا سعادتهم الكبيره بارتداء الفانيلا الحمراء. ويمكن ياسر بعد توقيع النادي الاهلي واخذ الحوار معاه غادر النادي الاهلي في فرحه وسرور من جميع لاعبي النادي الاهلي. مستر رسالتي يمكن وقف الاتوبيس عنده مغادرته وهم مغادرين لاسكندريه، يمكن وقف لما لقى ياسر ابراهيم وقف ونزل له واتكلم معاه وقال له انت لعيب كبير ومنتظر منك الجديد ومنتظر منك المزيد، ويمكن لنا جلسات اخرى في الفترات القادمه، لكن اشاد بهذه الصفقه ايضا وركب الاتوبيس وتحرك حافله الاهلي الى اسكندريه للمضي في برج العرب لمباراه الغد. شكرا لك شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي، كان متواجد النهاردة أثناء تدريب النادي الأهلي اللي كان بدايته زي ما قال لكم الساعة 11 صباحا، وبعديه اتجه الفريق لمعسكر برج العرب في اسكندرية. دي كانت أهم أخبارنا اللي بتخص النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت وكمان من على الجرايد. دلوقتي نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في النادي. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره اهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخر اخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع الجمعيه العموميه تجهز تصور لتعديلات اللائحه في اتحاد الكوره. سوبر كوره المسابقه تعقد او المسابقات تعقد اجتماع اليوم لمناقشه تقرير الحكام. فيتو عامر حسين إقامة مباراة القمة في برج العرب قرار أمني. الوفد للمرة الأولى اتحاد الكرة يقترب من إنشاء متجر لملابس منتخب مصر. البوابة سبورت وفد مصر يصل السنغال ويبدأ حملة الترويج لملف كأس الأمم. الشروق جنوب أفريقيا ترسل وفد ضخم لشرح ملف تنظيم كأس الأمم. في الجول رسميا الاسماعيلي يتعاقد مع حارس وادي دجله ومهاجم انفي. سكاي سبورتس السلطات الامريكيه تعتقل روني بعد افعال مشينه. كاس الاسبانيا انتر ميلان يلجا لخطه ديبالا للتجديد مع الارجنتيني كاردي. كوره بايرن ميونخ يغري مهاجم تشيلسي بقميص روبن. نروح معاكم سريعا لتفاصيل اهم الاخبار، ونبتدي بالاخبار المحليه من اليوم السابع اللي قالت ان جهزت انديه الجمعيه العموميه لاتحاد الكره تصور للتعديلات المقترحه على لائحه النظام الاساسي واللي هيتم مناقشتها في الاجتماع الطارئ للجمعيه العموميه يوم 23 فبراير اللي جاي. وتضمن التصور اللي اعدته الانديه ضروره تشكيل روابط محترفه لدوري القسم الاول والثاني والثالث بجانب اعتماد نظام الصعود والهبوط واللي تم الاتفاق عليه في الجمعيه العموميه العاديه الاخيره واللي شهدت الانتخابات التكميليه. وينص ان يضم الدوري ممتاز مجموعه واحده من 18 فريق، والدرجه الثانيه ثلاث مجموعات وبتضم 14 و15 و15 فريق على التوالي. كمان حطت الانديه بند في التصور بيتضمن رفع نسبه انديه القسمين الثاني والثالث من البث الفضائي ب 20%. كمان سوبر كوره قالت ان بتعقد لجنه المسابقات في اتحاد الكوره اجتماع النهارده الاثنين في مقر الجبليه لمناقشه تقارير الحكام بشان المباريات الاخيره، وعلى راسها مباريات الزمالك والاتحاد السكندري والاهلي وبيراميدز والاسماعيلي والمقاولين العرب. تعلن اللجنه بعد الاجتماع قراراتها بعد الاطلاع على تقارير الحكام ومراقبين لجنه المسابقات والحكام. موقع بيتو كمان قال ان اكد عامر حسين رئيس لجنه المسابقات في القسم الاول انه ارسل الجهات الامنيه ملعب السلام وبتروجيت لاستضافه مباراه القمه ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في الدوري الممتاز. وقال عامر حسين ان ملعب السلام بيستضيف مباريات نادي الاهلي وكمان بيلعب نادي الزمالك على استاد بترو سبورت، ولكن في حاله تحديد ملعب برج العرب في اسكندريه فهو قرار عائد للامن. كمان اشار عامر حسين انه في حاله فوز مصر بتنظيم كاس الامم في 2019 فهيتم تأخير الدوري 55 يوم، أو ده طبعا بالإضافة لفترة الإعداد للبطولة. وكمان
شدد عامر حسين انه لن يتم الغاء الدوري الممتاز بحجه تنظيم مصر لكاس الامم الافريقيه وان المسابقه مستمره لحد انتهاء 2019. كمان الوفد قالت ان اقترب مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه هاني بوريدا من انشاء متجر خاص لبيع ملابس منتخب مصر للمره الاولى في تاريخ الفريق القومي. المصدر في اتحاد الكوره انه تم التوصل لاتفاق مبدئي مع شركه بوما على رعايه ملابس منتخب مصر لمده 4 سنين وجرى الاتفاق على انشاء متجر لملابس الفراعنه. وقال كمان ان في وفد من الشركه هيوصل القاهره مع نهايه الشهر الجاري عشان يعمل جلسه مع مسؤولين اتحاد الكوره وينهي الاتفاق على كل التفاصيل. البوابة سبورت كمان قالت ان وصل الوفد المصري للعاصمة السنغالية داكار تمهيدا لحضور حفل اختيار افضل لاعب في افريقيا واجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف لاختيار الدولة صاحبة حقوق تنظيم بطولة كاس الامم الافريقية واللي هتقام خلال الصيف اللي جاي بعد ما اتسحبت من دولة الكاميرون. بيضم الوفد المصري مهندس هاني بريدة رئيس اتحاد الكورة واحمد مجاهد وكرم كردي ومجدي عبد الغني اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكورة. وكمان ضم الوفد المصري محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورتس. وبمجرد وصول الوفد للسنغال عقدوا جلسات مع مسؤولين الاتحاد الافريقي واعضاء المكتب التنفيذي من اجل الحشد للتصويت على الدولة المنظمة لامم افريقيا واللي هيكون ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي في السنغال لاختيار ما بين مصر او جنوب افريقيا للحصول على حقوق تنظيم البطوله القاريه. كمان سكاي سبورتس قالت ان كشفت تقارير من محكمة عامة ان النجم الانجليزي واين روني اعتقل او قد يعتقل من قبل السلطات الامريكية بعد سلسلة من الافعال المشينة خلال فترة الاعياد. ووفقا لموقع سكاي نيوز اظهرت تقارير من محكمة ولاية فيرجينيا الامريكية ان روني تم تغريمه $150 بسبب التمالة والتلفظ في مكان عام. المتحدث باسم بلدة لودون في فيرجينيا لقد تم حجز روني في ديسمبر او في 16 ديسمبر بتهمة التمالة في مكان عام. وبيلعب الدوري الانجليزي السابق واين روني وطبعا نجم مانشستر يونايتد السابق مع نادي دي سي يونايتد في الدوري الامريكي حاليا. كمان كورة قالت ان بيواصل نادي بايرن ميونخ الالماني محاولاته عشان يتعاقد مع كروم هاتسون مهاجم تشيلسي الانجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وبحسب صحيفة مترو البريطانية فنادي البافاري وعد المهاجم الشاب البالغ من العمر 18 عام بمنحه القميص رقم 10 في حالة توقيع لبايرن ميونخ الالماني. وبينتظر النادي الالماني موافقة البلوز على عرض او على عرضه الثالث لضم هاتسون واللي بيبلغ 30 مليون جنيه استرليني. وبيطمح تشيلسي في الحصول على 40 مليون جنيه استرليني نظير بيع مهاجمه الشاب مستغلا رغبة بايرن ميونخ الألماني في ضمه. مشاهدينا هنطلع دلوقتي لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا وهنبتديها مع الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي واللي كتب على تويتر عيد سعيد على جميع اخواننا المسيحيين شركاء الوطن جعل الله ايام شعبنا كلها سعاده وهنا. كمان الدكتوره رانيا علواني عضو مجلس اداره النادي الاهلي كانت حريصه ان هي تهني الاخوه الاقباط بعيد الميلاد فنشرت صوره على الفيسبوك مع البابا توادرس وكتبت عيد ميلاد مجيد دام الله على مصر واهلها السلام والامان وفرحه الاعياد. كمان محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي نشر صوره مع البابا توادرس وكتب كل سنه وكل اخواننا المسيحيين طيبين وبخير كل سنه ومصر كلها بخير وبسلام. كمان شريف اكرامي حارس مرمى النادي الاهلي كتب على تويتر كل عام والاخوه المسيحيين بصحه والف خير بمناسبه عيد الميلاد المجيد. وبعد الاعلان كمان عن انضمام حسين الشحات رسميا للنادي الاهلي نشر حسين الشحات صوره على انستغرام لابرز لحظاته مع فريقه السابق العين الاماراتي وكتب شكرا جمهور الزعيم شكرا الاداره المحترمه شكرا للجهاز الفني شكرا اخواتي اللعيبه وانا هفتقد كل واحد فيكم وشكرا على السنه الجميله قوي كنت مبسوط جدا معاكم وربنا معاكم ومزيد من البطولات.
كمان محمود وحيد لاعب النادي الاهلي نشر صوره مع الشحات على تويتر وهم في فريق مصر المقاصه وكتب الف مبروك لصاحبي واخويا هتنورنا ودايما يا رب مع بعض بس المره دي في اكبر نادي في افريقيا. كتب النجم محمد ابو تريكه كمان على تويتر حسين الشحات جمهور الاهلي لا ينسى اصبحت رمز قبل ان تلعب في عصر اصبحت الماده هي الطاغيه ومن يختار النادي الاهلي دائما يفوز ليس بالبطولات فقط ولكن باهم حاجه لدينا قلوب جماهيرنا وهي ورب الكعبه اغلى من كل الاموال. كمان كتب صخره الدفاع دفاع النادي الاهلي السابق وائل جمعه على تويتر صباح الخير محمود او محمد محمود حسين الشحات محمود وحيد ياسر ابراهيم مبروك عليكم الاهلي ولن تندموا على اختياركم لاعبين يبدو عليهم الاختيار من القلب استعدوا لما هو قادم تيشرت النادي الاهلي مسؤوليه وليس رفاهيه بالتوفيق ليكم مع الاهلي ان شاء الله وتكونوا على قد الطموحات. نشر كمان شريف عبد الفضيل لاعب النادي الاهلي السابق على تويتر صورة للشحات وكتب حسين الشحات اللي بيشتري النادي الاهلي وجمهوره عمره ما بيندم وبيكسب حاجات كتير اهم من الفلوس اهلا بيك في نادي القرن. كمان الفنان الكبير نبيل الحلفاوي وجه رسالة للشحات وكتب على تويتر سعدت بتحقيق حلمك وسعدنا لك وبك مش هقول لك غير حاجة واحدة لما تنور المستطيل الاخضر مع فريقك باذن الله انسى كل ما سبق من مبالغ دفعت لانضمامك وانسى كل التوقعات المبالغ فيها من المحبين العب لعبك وهذا يكفينا روح الفنانة الحمراء لن تخذل عاشقا مثلك. كمان الفنان أحمد السعداني فأعاد نشر تويتة لأبو تريكة على حسابه على تويتر وكتب الشحات من ريحة الحبايب. عالميا بقى نشر محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي صور على تويتر مع والدته من حفل زفافه وكتب الجنه تحت اقدامها انا لو هعيش خدامها ربنا ما يحرمني منك يا امي كل الاحترام لامي ربنا يخليها لك. كمان نشر علي غزال لاعب المنتخب الوطني صوره على تويتر بعد انضمامه لفريق فيرانسي البرتغالي وعلق وكتب تحدي جديد هدف جديد. عمرو طارق كمان لاعب نيويورك ريد بولز الامريكي نشر صوره على الانستغرام وكتب ابقي احلامك على قيد الحياه. نشر اللاعب المصري أمير عادل والشهير بألكسندر ياكوبس لاعب فريق نورشبنج السويدي صورة على الانستغرام وكتب أشكرك يا رب على كل شيء الحمد لله. وكمان احتفلت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي على تويتر بعيد ميلاد البلجيكي إيرن هازارد نجم الفريق ونشر الصورة ليه وكتبت عيد ميلاد سعيد هازارد. لروي ساني كمان لاعب مانشستر سيتي نشر صورة على تويتر من مباراة روثرهام يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي واللي انتهت بفوز السيتي 7-0 وكتب إن الجولة التالية عمل عظيم من الفريق. كمان برناردو سيلفا لاعب المان سيتي نشر صورة مع لروي ساني على انستغرام بعد المباراة وكتب بعد عام ونصف تمكنت اخيرا من جعلك تضحك وهذا انجاز كبير واحسنتم جميعا اداء رائع الليله. كيفن دي بروين لاعب المان سيتي نشر صوره من المباراه على الانستغرام وكتب احساس العوده للملاعب مره اخرى. نشر كاي ووكر على الانستغرام برضه صوره مع فيليب فورن لاعب الشاب اللي احرز الهدف الثاني وكتب تهانينا للشاب الصغير فيليب فورن على الهدف الاول في ملعب الاتحاد بالتاكيد المزيد قادم. كمان كتبت الصفحه الرسميه لنادي برشلونه على تويتر بعد مباراه ختافي في الليجا اللي انتهت بفوز برشلونه بهدفين مقابل هدف احرزهم ميسي وسواريز للسنه الرابعه ميسي يحرز اول هدف في العام في الليجا. كمان نشر ايفان ريكيتيتش لاعب برشلونه صوره على تويتر من المباراه وكتب ثلاث نقط لنبدا 2019 بافضل طريقه. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده استاذ رامي رجب الناقد الرياضي. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو استاذ رامي رجب الناقد الرياضي في جريده الدستور منورنا. الله يخليك يا استاذ هشام اكون سعيد اكون موجود معاكي وموجود في قناه كبيره زي قناه النادي الاهلي. طيب في البدايه كده طبعا هنتكلم عن الصفقات الجديده النادي الاهلي لسه من امبارح للنهارده في صفقات جديده عندنا حسين الشحات وعندنا ياسر ابراهيم بالاضافه بقى للصفقات اللي كانت موجوده محمد محمود ومحمود وحيد وكمان الانجولي جيرالدو يمكن بالاضافه لرمضان صبحي طبعا كمان طبعا يمكن طبعا يمكن من اكبر الصفقات اللي عقدها النادي الاهلي او ابرمها النادي الاهلي الفتره الاخيره ديت يمكن صفقه رمضان صبحي. طبعا يمكن كان في جدل كبير ان هو يجي مصر ما يجيش ولكن حب
النادي الاهلي يعني خلاه ياخد خطوه كبيره جدا بالنسبه له، او خطوه كبيره لجماهير النادي الاهلي انه يتعاقد او يجي النادي الاهلي للاعاره لمده 6 شهور. الصفقه الثانيه المهمه اللي بعتبرها من اهم الصفقات للنادي الاهلي هذا الموسم كان صفقه حسين الشحات، يمكن برضو اثارت جدل كبير الفتره اللي فاتت، يمكن من البدايه من شهر 12 شهر ديسمبر بدا الكلام على حسين الشحات، والكلام بدا على حسين الشحات ليه؟ عشان حسين الشحات هو حابب النادي الاهلي، حابب يكون موجود في النادي الاهلي. وانا بوجه رساله من هنا طبعا خاصه يعني مش عشان اواجه النادي الاهلي، ولكن يمكن الفتره اللي فاتت دي يمكن لعيبه كتير جدا يمكن بقت السمه الاساسيه بتاعتهم ان هم الماده الاول قبل انتقال لاي نادي، ولكن حسين الشحات قدر الفتره اللي فاتت دي بيضرب مثل ان هو فعلا حب وانتماء للنادي الاهلي، حب وانتماء للفانله الحمراء. انا لقطت دلوقتي من حسين موجود حسين شحات النهارده في النادي الاهلي الصبح اثناء التدريب الصباحي. يعني فبنتكلم ان حسين الشحات فعلا يمكن بعد حتى بعد كاس العالم للانديه وتقديمه مستوى اكثر من رائع مع العين ووصوله للمباراه النهائيه قدام ريال مدريد وقدم يعني مباراه هامه جدا، يمكن الاسهم بتاعت حسين الشحات زادت بشكل كبير جدا أكيد. وارتفعت وجاله عروض كبيره جدا، واعتقد لو لاعب غير حسين الشحات بيبحث عن الماده ما كانش يفضل مع العين، ولكن جاله عروض كبيره من اوروبا ومن من عدد كبير من الانديه، لكن هو فضل في الاخر هو النادي الاهلي. وده زي ما بقول لك هو صعب جدا ان انت تلاقي لاعب فعلا بيدور دلوقتي على انتماء للنادي الاهلي، يمكن لعيبه كتير جدا بدا او 90% من اللعيبه ما يزعلوش مني ولكن بيدوروا على الماده بغض النظر عن انتمائهم اهلاوي او زملكاوي او نادي اخر. صحيح. اعتقد ان حسين الشحات صفقه مهمه جدا للنادي الاهلي. حسين الشحات انا بشبهه محمد بركات، لعيب بيتميز بالجوكر، بيلعب في اكثر من مكان، بيأدي بشكل كويس جدا، عنده مهارات كبيره جدا، ممكن تلعبيه في اي مكان، فده هيبقى فرصه طيبه جدا للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، غير بقى حبه وانتمائه للنادي الاهلي. دايما حسين الشحات بيتكلم ضحى باكثر من 15 مليون حبا للنادي الاهلي، فانا بحيي حسين الشحات مش عشان ينتقل للنادي الاهلي وانا في قناه الاهلي، ولكن ان هو فعلا لعيب بيحب النادي وانتمائه للنادي، فضحى بحاجات كتير جدا حبا في النادي الاهلي، فطبعا نتمنى له التوفيق مع النادي الاهلي. لعيب مهم جدا، اعتقد ان هيكون متواجد بشكل مستمر خلال الفتره اللي جايه، وبالتالي حسين الشحات لعيب مهم لو ادى بشكل كويس هيكون موجود مع المنتخب، وفي الاول وفي الاخر احنا يهمنا المنتخب ومصلحه المنتخب. طبعا يمكن ياسر ابراهيم اخر صفقات النادي الاهلي، يمكن النادي الاهلي تعاقد مع 6 صفقات اخرهم ياسر ابراهيم، يمكن كان في مفاوضات خلال الفتره اللي فاتت دي وفي انديه كبيره صحيح. دخلت عشان الحصول على خدمات ياسر ابراهيم، ولكن حسين ياسر ابراهيم برضو كان عنده حب وانتماء للنادي الاهلي يتعاقد مع النادي الاهلي، واعتقد رغبه اللاعبيه اللي حسمت في النهايه. صحيح صحيح. ودي من الصعب ان انت تلاقي دلوقتي لعيب بيحب يعني بيدور على النادي اللي هو يلعب فيه بغض النظر عن الماده هياخد كام، واعتقد حسين الشحات وياسر ابراهيم سيكونان اضافه قويه للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. ياسر ابراهيم لاعب مهم، النادي الاهلي يمكن كان بيعاني شويه في قلب الدفاع، عنده مشاكل كبير جدا الفتره اللي فاتت دي في قلب الدفاع، في عدم تمركز صحي، وده ظهر في مباراه بيراميدز، يمكن النادي الاهلي قدم اكثر من شوط رائع خلال الشوط الاول. الشوط الاول قدم مباراه رائعه، يمكن بيراميدز خطف النادي الاهلي في الشوط الثاني بشكل كبير جدا، وعدم تمركز انجل لو بصينا للهدفين اللي دخلوا مرمى النادي الاهلي، الهدف الاولاني عدم تمركز صحيح، يمكن الشناوي خانوا التوفيق شويه انه يطلع ياخد الكره، يمكن مستوى الكره اللي اتعملت اوفر من عبد الله السعيد صعبه جدا ان اي حارس ممكن يعني يمسكها، وبالتالي ما كانش فيه تمركز صحيح. محمد فاروق احرز هدف، بعدها على طول عبد الله السعيد يمكن احرز هدف، يمكن لو بصينا للجون الثاني اللي عبد الله السعيد احرزه في النادي الاهلي، يمكن واقف وشايل الكوره وبيحطها في مرمى محمد شناوي دون اي التحامات من جانب النادي الاهلي، فالنادي الاهلي يمكن مشكلته الفتره اللي فاتت دي كان بيعاني من التمركز غير الصحيح. بغض النظر عن اي حاجه، محمد محمود لاعب مهم جدا، يمكن جيرالدو يمكن قدم مباراه رائعه، يمكن كان في جدل كبير المباراه الوديه اللي كانت موجوده مع جمهور الشبين، ودي كانت سبب ان هو يقيد، يمكن كلام كتير ان كان هيتم تاجيل قيده في النادي الاهلي، ولكن قدم مباراه رائعه، فبالتالي لاسارتي ما بيلاقي لعيب اكيد مهم واكيد هيضيف للنادي الاهلي بيأيده. اعتقد ان الصفقات اللي موجوده في النادي الاهلي صفقات كلها مهمه، ولكن ينقصها التوفيق، يمكن في لعيبه كتير بتيجي النادي الاهلي بتبقى لعيبه مهمه ولكن ما بتوفقش مع النادي الاهلي، فاعتقد ان يمكن اكتر اللعيبه اللي انا يعني حاسس ان هم يقدموا مستويات رائعه حسين الشحات ومحمد محمود ورمضان صبحي طبعا بخبراته الكبيره، طبعا نتمنى التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، واعتقد ان هي صفقات بعد الصفقات اللي احنا شفناها او اللي فعلا تم حسمها لصالح النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت دي، شايف النادي الاهلي لسه محتاج صفقات ثانيه؟
يعني ممكن اعتقد ان ممكن يعني في كلام كتير ان ممكن النادي الاهلي في دعم ممكن بقلب دفاعه ويمكن لاعب اخر خلال الفتره اللي جايه ديت. يمكن النادي الاهلي يمكن كان محتاج بعض الصفقات، واعتقد ان كابتن محمود الخطيب ولجنه الكره بالنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي يمكن بعد الاخفاق والخروج من البطوله الافريقيه وبعدها البطوله العربيه يمكن وبعد كده يمكن تراجع في مستوى الاداء في النادي الاهلي في بطوله الدوري بشكل كبير جدا، دي جعلت الكابتن محمود الخطيب والمجلس اداره النادي الاهلي ان هم يدعموا في صفقات مهمه جدا. اعتقد ان الصفقات تخطت عدد كبير من الملايين، ولكن ده طبيعي ان انت بتبحثي عن البطوله، فريق بيبحث عن البطوله، فريق ما يهموش وضع معين وعاوز دايما يكون في المركز الاول، والفرقه اللي بتبحث عن المركز الاول اكيد هتدعم وتدعم بشكل كبير جدا. يمكن النادي الاهلي ما دعمش في بدايه الموسم مثل عدد كبير من الانديه مثل الزمالك مثلا اللي دعم بكتيبه من النجوم وبمبالغ كبيره جدا، فالنادي الاهلي يمكن بدا يبحث فعلا ان هو يدعم بشكل كبير جدا. واعتقد ان التدعيمات الفتره اللي جايه دي هيكون لها شان في النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. الدوري لسه برضه لم يحسم، يمكن الامور زادت صعوبه للنادي الاهلي انه يفقد عدد كبير من النقاط خلال 13 مباراه، ودي نتيجه كبيره جدا انه يتعادل في ثلاث مباريات ويخسر ثلاث مباريات، ويعني دي صعوبة المهمة بالنسبة للنادي الأهلي. فأعتقد النادي حتى لو الأهلي فاز في الثلاث مباريات اللي جايين هيبقى الفرق ما بينه وما بين نادي الزمالك صاحب المركز الأول 8 نقاط، محتاج جهد كبير، محتاج النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية إن هو يقل من نزيف النقاط، أي فقدان للنقطة في أي خلال الفترة اللي جاية بتزيد المهمة صعوبة على النادي الأهلي. الموضوع لم يحسم والدوري لسه موجود في الملعب، ولكن أكيد الأمور بتبقى بالذات صعوبة. فالنادي الأهلي فعلا لو بيبحث عن البطولة، وأكيد هو بيبحث عن البطولة، محتاج منه مجهود خلال الفترة الجاية، ويهم جماهير النادي الأهلي الفترة اللي جاية ديت يمكن بعيد عن الأداء إن يكون في نتائج، يعني النتيجة أهم من الأداء الفترة اللي جاية. يعني أنت لو فزت وحصدت 3 نقاط وما كانش أدائك إلى حد ما مرضي فده هيرضي جماهير النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. فالمهمة صعبة ولكن موجودة في الملعب، وأعتقد إن الفترة اللي جاية ديت اللعيبة اللي موجودة سواء اللعيبة القديمة سواء اللعيبة اللي تم التعاقد معاها هيكون عليهم مجهود كبير أكيد. جدا أكيد. واعتقد ليه انا مش بتساءل ليه مؤمن زكريا مش متواجد بشكل مستمر مع النادي الاهلي. مؤمن زكريا لعيب كبير جدا، لعيب يقدر في اي مباراه صعبه دايما، حتى كان كابتن حسام البدري لما كان موجود مدير فني للنادي الاهلي يمكن كان بيبقى بعيد عن ما بيشاركش بشكل اساسي، ويجي في ماتش الزمالك يلعبه اساسي وكان بيتقدم وكان بيأدي مستوى رائع. فاعتقد مؤمن زكريا يعني لاعب مهم جدا مع النادي الاهلي خلال الفتره الجايه مع الصفقات اللي موجوده، مع اللعيبه اللي عندها خبره، مع عوده اجايه، مع عوده اللعيبه المصابين. اعتقد النادي الاهلي بقى له شكل تاني خلال الفتره اللي جايه وخلال الدور الثاني من الدوري. مباراه بيراميدز شفنا فيها محمد محمود ورمضان صبحي اول ما وقعوا للنادي الاهلي شفناهم بيلعبوا مع النادي الاهلي قصاد بيراميدز، هل ممكن نشوف برضه صفقات جديده في مباراه سموحه بكره ان شاء الله؟ يعني اعتقد كل ما الدعم النادي الاهلي بيدعم بلاعيبه اكيد هو محتاجهم، يعني جيرالدو زي ما قلت لك كده يمكن تم قيده اليوم وممكن ربما ياخد الفرصه بكره ان شاء الله في مباراه سموحه، مباراه مهمه بالنسبه للنادي الاهلي. واعتقد ان هي اكيد اي صفقه يعني الاهلي هيتعاقد معها خلال الفتره الجايه اكيد هيدعم، يعني اكيد هيدوا لهم الفرصه، ولكن الفرصه مش هيقدر يدي الفرصه لست لعيبه مره واحده اكيد. تدريجيا اكيد هو بيحافظ على القوام الرئيسي للنادي الاهلي. وكمان الشحات مش في القائمه. لا الشحات لا مش موجود في القائمه، يمكن لو مدرب مصري كان ممكن بس ولكن لسه البطاقه الدوليه لحد الان ما وصلتش، اعتقد ان هي ممكن توصل النهارده او بكره بالكثير. واعتقد ان هو يكون موجود، واعتقد ان حسين الشحات من الصفقات المهمه جدا اللي هيكون يقايد افريقيا وهيبقى له دور في الدوري وهيقايد افريقيا. اعتقد انت عارف النادي الاهلي مقيد 23 لاعب، عنده 7 لعيبه، اقرب الناس اللي هم من الصفقات الجديده اللي يكون موجوده مع النادي الاهلي حسين الشحات، اعتقد رمضان صبحي، ممكن محمد محمود يكون موجود مع النادي الاهلي، انما طبعا انت عارفه جيرالدو كان مقيد في فريقه قبل ما يجي هنا، فمش هيقدر ان هو يشارك افريقيا مع موجود الأهلي. افريقيا في مؤمن زكريا، في اغاييه، ففي لعيبه كبيره جدا، اعتقد ان في 7 لعيبه دولت يعني في كام لعيب هيخرج من القائمه الافريقيه هتبقى مشكله للنادي الاهلي، ولكن صحيح. يعني الاهلي دايما بما حضر، فاي لاعب هيكون موجود سواء في القائمه الافريقيه او هيقيد محلي هيكون له شان خلال الفتره اللي جايه. طيب نرجع لمباراه بيراميدز يوم الجمعه اللي فاتت، المباراه للاسف انتهت بهزيمه النادي الاهلي بهدفين لهدف واحد. زي ما اتكلمنا ان النادي الاهلي في الشوط الاول كان مختلف تماما عن الشوط الثاني، الشوط الثاني طبعا مع بدايته بهدف في الدقيقه الثالثه من عمر الشوط الثاني اكيد اربكت كل حسابات النادي الاهلي، وبعد كده طبعا سدد بيراميدز هدف اخر فتفوق به على النادي الاهلي، وانتهت بعد كده اللقاء في محاولات كتير جدا من النادي الاهلي ان هو يرجع ويتعادل، ولكن للاسف النادي الاهلي وقتها ما قدرش.
الاهم بقى من كده احنا اتكلمنا في الموضوع ده، التحكيم في اللقاء ده شفته ازاي؟ لان شفنا ناس كتير قوي خرجت بعد المباراه دي واتكلمت عن التحكيم وبالاخص عن كره احمد الشيخ وكمان الكره بتاعت علي جابر. يمكن طبعا يمكن اثار الحكم الصربي بعض الجدل خلال هذه المباراه، يمكن في وليد ازارو، يمكن وليد ازارو لو ركز في الكره اللي وقع فيها ديت وكان عاوز ياخد فيها ضربه جزاء اعتقد النادي الاهلي كان ممكن يتقدم. يمكن كره احمد الشيخ وكره وليد سليمان كان فيها جدل كبير جدا، ويمكن الحكام السابقين والمحللين التحكيمين اكدوا ان كره احمد الشيخ ضربه جزاء، ولكن يمكن لما يكون في حكم من خارج مصر الدنيا بتبقى اهدى. اعتقد لو كان حكم مصري كانت هتبقى في مشكله كبيره جدا للتحكيم المصري، ولكن الاهلي عودنا حتى لو في يعني عودنا لو كان في اخطاء تحكيميه حتى في مباراته ان هو بيرجع وبيأدي وبيظهر بشكل كويس جدا. يمكن السبب الرئيسي بعيدا عن التحكيم اكيد الاهلي هيتضرر من التحكيم النهارده وممكن يستفيد منه بكره، وده طبيعي جدا في جميع المباريات اللي موجوده في الدوري الممتاز. مفيش فرقه بتقدر تستفيد من كل المباريات، ومفيش فرقه بتقدر تتضرر في جميع المباريات من القرارات التحكيميه. النادي الاهلي بس كان مشكلته ان هو بعد يمكن ما احرز الهدف ضيع اكتر من كره، في كره لوليد سليمان في العارضه، كره لعلي معلول قصدي في العارضه، وضيع اكثر من فرصه يمكن كانت جديره النادي الاهلي يخرج بالشوط الاول متقدم بهدفين او ثلاثه، وكانت ده كانت هيهدي يعني كان هيبقى تراجع بيراميدز بشكل كبير جدا. ولكن الهدف اللي حتى احرزه بيراميدز في الشوط الثاني بدايه الشوط الثاني اربكت حسابات النادي الاهلي بشكل كبير جدا، وتراجع النادي الاهلي يمكن جاب جون احرز هدف وهدفين، وفي كره جت في العارضه ومحمد فاروق ضاع اكثر من كره خلال هذا اللقاء. فطبعا دي كلها يمكن كانت عامل اساسي ان الاهلي يخسر هذه المباراه. يمكن في ظاهره سلبيه كتيره في النادي الاهلي، كثره اضاعه الفرص، ودي مشكله كبيره جدا بيواجهها النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت دي. يمكن لو بتوصلي بخمس كور بتجيب جون فده نسبه قليله جدا. النادي الاهلي انت كفريق كبير لو جالك خمس فرص اقل حاجه اللي انت تجيب منهم ثلاث فرص عشان تقدر تحافظ. الاهلي جاب 19 هدف من 13 مباراه، ودي بالنسبه لنا او بالنسبه للنادي بيبحث عن بطوله دي نسبه قليله جدا. المفروض اي فرصه بتتاح للنادي الاهلي او اي فرصه بتتاح لاي لاعب في النادي الاهلي باسمه لعيب النادي الاهلي او لعيب الانديه الكبيره ديت، المفروض اي فرصه بتجيله هو لعب في الاهلي ليه او لعب في الزمالك ليه، عشان لعيب عنده مستوى كبير غير المستويات الاخرى غير اللعيبه الاخرى. فطبيعي ان انا لما اجي لي ثلاث فرص على الاقل خالص اجيب منها فرصه او فرصتين. فكثره اضاعه الفرص الفتره اللي فاتت دي كانت عامل كبير جدا. يمكن ازارو يمكن اكثر اللاعبين بيضيع فرص ازارو. ازارو لعيب كويس جدا، ولكن جماهير الاهلي عاوزه بقى اهداف. يعني انت بتضيع وتيجي تجيب جون كل فتره طويله، فدي مشكله كبيره جدا بتقابل ازارو وبتقابل المهاجمين في النادي الاهلي. ممكن كثره الاصابات برضو عامل علامات استفهام كبيره جدا. أكيد طبعا. يعني ممكن 11 لاعب او 12 لاعب موجودين في النادي الاهلي ما فيش مباراه بيلعب فيها النادي الاهلي، حتى المباراه الوديه اللي لعبها حتى لازم حد يتصاب. يعني اكرم توفيق اتصاب، وليد سليمان اتصاب. فدي مشكله كبيره جدا بتواجه النادي الاهلي. يعني اتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي خلال الفتره الجايه، والاصابات تقل بشكل كبير جدا، والاستغلال يبقى الفرص للمهاجمين او لاي لاعب. الكلام بقى عن الاصابات، مع اصابه صلاح محسن وكمان وليد ازارو والتوقف اللي تعرض ليه مروان محسن، فما فيش راس حربه في النادي الاهلي، شايف النادي الاهلي هياخد اللقاء الجاي ازاي؟ اعتقد ان اقرب الناس اللي ممكن يعوض راس الحربه يمكن ربما يكون وليد سليمان. وليد سليمان لعيب مهاري بيقدر يعني ممكن يعني حتى عنده مهاره ان هو يقدر يمسك الكوره وحتى عليه ضغط كبير جدا. فاعتقد ان وليد سليمان هو اللي ممكن يكون الورقه الرابحه لسارتي في هذه المباراه، هو ده الاقرب اللي هو يعوض راس الحربه الصريح. واعتقد رمضان صبحي ممكن برده يتم الدفع بيه كراس حربه. اعتقد النادي الاهلي زي ما بقول لك كده يمكن وصلت الامور ان مفيش راس حربه موجود في النادي الاهلي دلوقتي حاليا مش مصاب عشان يكون موجود في مباراه سموحه، ولكن هي مباراه صعبه، مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي. النادي الاهلي بغض النظر عن الاداء زي ما بقول لك كده محتاج ثلاث نقاط. يمكن لما بتخسري مباراه وتيجي تخش مباراه بعدها بتبقى العامل النفسي والعامل المعنوي موجود في لعيبه النادي الاهلي بيبقى الى حد ما مش مرضي بالنسبه لهم، بيدخلوا المباراه وبيبقى الامور شويه صعبه شويه، ولكن الفرق الكبيره بتقدر ان هي تعود بسرعه، تقدر تنسى كل اللي فات. احنا بنركز دايما الاهلي بيركز بيخلص مباراه بيركز في المباراه الاخرى. المهم النتيجه مباراه سموحه مهم جدا 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 النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. ثلاث نقاط هم الاهم دلوقتي في المرحله دي. بغض النظر عن الاداء زي ما بقول لك الاداء حتى مش مهم دلوقتي. صحيح. بقدر اللي انت تقدري تحرصي الثلاث نقاط دي المهمه عشان بتقدمك. ويمكن انت عارفه لو فزتي الثلاث مباريات المؤجلين هتبقى فرق ما بينك وما بين نادي الزمالك 8 نقاط، هتتساوي مع بيراميدز. فاي فقدان للنقاط اي نزيف للنقاط بيرجع النادي الاهلي خطوات ورا، واعتقد كل اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي الجهاز الفني
عارفين ويعلموا مدى المسؤولية اللي بتقع على عاتقكم خلال الفترة اللي جاية. طيب نرجع برضو تاني للمباراة. اتفاجئنا بوجود عبد الله الصعيد لاعب النادي الأهلي السابق في مباراة بيراميدز، برغم ان في عقد موقع ما بين النادي الأهلي وأهلي جدة وعبد الله الصعيد ان اللاعب ما يقدرش يلعب في مصر الا بشرط ان هو يدفع 2 مليون دولار، كمان بالإضافة لقيده في نفس اليوم بدون علم المنطقة اللي تابع ليها، وهي منطقة بني سويف اللي تابع ليها نادي بيراميدز او الأسيوطي سابقا. يمكن طبعا يمكن في موضوعين مهمين جدا، يمكن بعد ما عبد الله السعيد احنا كلنا فوجئنا طبعا ان عبد الله السعيد يمكن الساعه 11 الصبح بدات الاخبار تنتشر ان عبد الله السعيد سيتم قيده في بيراميدز، وبالتالي ولكن كان هناك في اتصالات مع احد اعضاء مجلس الاداره اتحاد الكوره واكد لي ان السيستم مفتوح 24 ساعه طوال الشهر من بدايه الشهر اول يناير لحد يوم 30 في اي يوم ممكن حتى لو في يوم اجازه رسميه، وده حصل النهارده. يمكن تم تقييد جيرالدو مع النادي الاهلي النهارده رغم ان النهارده اجازه رسميه، وبالتالي يعني هم كلامهم ان مفيش مشكله بالنسبه لهم ان هم يأيدوا اي لاعب، والنادي الاهلي حتى لو عاوز يأيد اي لاعب في اجازه او اجازه غير رسميه او اي نادي الباب مفتوح له بالنسبه له 24 ساعه مفيش مشكله خالص، والسيستم موجود. السيستم بيتم اغلاقه في اخر يناير ما تقدرش تأيده، ولو أيدت لاعب بعد نهايه اخر يناير فدي بتحصل مشكله جدا كبيره جدا بالنسبه للفيفا. بالنسبه لموضوع النادي الاهلي، اكيد النادي الاهلي بيبحث عن حقه في موضوع عبد الله السعيد. صحيح. اذا وجد النادي الاهلي فعلا في عقد وعقد موثق ما بينه وما بين اهلي جده السعودي، فطبيعي جدا النادي الاهلي يبحث عن ان هو يلاقي حقه في هذه الازمه الكبيره جدا اللي اثارت جدل كبير الفتره اللي فاتت ديت. وفقا لكلامي مع كابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، اكد لي ان الموضوع مش مرتبط باتحاد الكوره، الموضوع دلوقتي ما بين نادي داخل مصر ونادي خارج مصر، فبالتالي الاهلي لو محتاج ان هو يبحث عن حقه هيبقى من خلال المحكمه الرياضيه او من خلال الفيفا، بيقدم شكوى من خلال الفيفا هم بيبحثوا يشوفوا العقد ماشي ازاي. صحيح. وبعد كده لو الاهلي اعتقد له حق في نادي في عبد الله السعيد واعتقد ان هو له حق فعلا سيحصل على ال 2 مليون دولار قيمه يعني الشرط اللي موجود في النادي الاهلي اللي موجود في العقد، فالنادي الاهلي بيبحث عن حقه ده طبيعي جدا، واللي هيفصل في الموضوع اتحاد الكره مش هيفصل في الموضوع، اللي هيفصل في الموضوع المحكمه الرياضيه او الفيفا او الفيفا. طيب نرجع لاتحاد الكوره. اتحاد الكوره كان النهارده فيه كمان اجتماع بيخص التحكيم والتقارير الخاصه بالمباريات اللي فاتت لبعض المباريات طبعا دوري مصري ممتاز. حضرتك قلت لي ان هم خرجوا النهارده بنتائج. يمكن الفترة الأسبوع الأخير ده شهد أحداث مؤسفة جدا، يمكن شهرها مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اللي انتهت بفوز نادي الزمالك 3-1، يمكن الالتحام والمشاجرة اللي حصلت ما بين جنش والهلال سليمان كانت مشكلة كبيرة جدا، وتم طرد الحارسين. يمكن النهاردة لجنة المسابقات قررت إيقاف جنش مباراتين، ونفس الحكاية للهلال سليمان، وبعض القرارات غرامات مالية على الاثنين لعيبة وغرامات مالية على 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 نادي الزمالك وغرامات ماليه على نادي الاتحاد السكندري. دي يمكن دي ابرز القرارات اللي كانت موجوده النهارده. واداري وعامل غرف نادي الاتحاد السكندري تم ايقافه برضو لمده شهرين، وفي بعض الاداريين موجودين في نادي الاتحاد السكندري تم ايقافهم. اعتقد الفتره اللي جايه احنا محتاجين نهدى شويه، احنا مصر متقدمه بطلب مهم جدا لاستضافه البطوله الافريقيه، وده يمكن ده الحدث المهم. اعتقد ان الفتره اللي جايه محتاجين الجماهير تهدى شويه، محتاجين الاجهزه الفنيه، محتاجين اللعيبه، كل في تسليط ضوء بشكل كبير جدا على مصر خلال الفتره اللي فاتت ديت، كان كله بيرصد كبيره وصغيره موجوده دلوقتي في الدوري المصري، لدرجه ان حتى لو الجماهير مش موجوده في المباراه بيرصدوا الحاجات ديت. فاتمنى ان يكون السلوك متغير بشكل كبير جدا، بغض النظر هي مباراه، يعني اي مباراه هي 3 نقاط، بغض النظر لابد ان الرياضه هي روح رياضيه، يعني سواء فرقه فازت او اتغلبت المفروض يبقى في روح رياضيه، المفروض الجماهير تلتزم خلال الفتره اللي جايه، في تسليط ضوء زي ما بقول لك بشكل كبير جدا على 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 الملاعب المصريه، على المباريات. يمكن الكاف يمكن هيحسم ملف استضافه البطوله يمكن يوم الاربعاء في اجتماع للمكتب التنفيذي، ففي تسليط ضوء على موجود هنا في مصر، في تسليط ضوء على الدوله المنافسه جنوب افريقيا، ودي كلها بتبقى بتدي مؤشر كويس او مؤشر سيء او مؤشر جيد او مؤشر سيء للجنة الكاف والشركه الفرنسيه اللي هتراقب الملاعب واللي هتحدد مصير استضافه مصر البطوله الافريقيه. بغض النظر عن اي حاجه اتمنى للجماهير المصريه ان تعي الفتره اللي جايه ديت، اتمنى لو وعيوا اكيد يمكن في نيه في اتحاد الكوره ان هم يزودوا عدد الجماهير شويه، فمش هتزيد عدد الجماهير الا ما في الالتزام، التزام بدايه
من الأجهزة الفنية، من مجالس الإدارات الأندية، من الجماهير، من كل شخص، من كل الأطراف الموجودة في المنظومة الرياضية بشكل كبير. كمان في وفد دلوقتي من اتحاد الكرة موجود في العاصمة السنغالية دكار، وكمان معاه وفد من برزنتيشن سبورتس برئاسة أستاذ محمد كامل رئيس مجلس إدارة برزنتيشن سبورتس، عشان يدعموا الملف المصري اللي هو طبعا مطروح دلوقتي قصاد الكاف عشان تنظيم أمم أفريقيا 2019، بالإضافة طبعا لحضور حفل الأفضل واللي إن شاء الله بينافس عليه النهاردة أو يوم 19 بينافس عليه، وإن شاء الله بإذن الله يفوز به محمد صلاح نجمنا المصري. طب خلينا نتكلم في جزئين، خلينا نتكلم على محمد صلاح في البداية. محمد صلاح طبعا يمكن هو الأقرب للحفاظ على جائزة الأفضل أفريقيا بعد الإنجازات اللي حققها مع ليفربول ومع المنتخب المصري، حقق إنجازات كبيرة جدا في الدوري الإنجليزي، أحسن هداف دوري إنجليزي الموسم الماضي، أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي، جوائز عديدة جدا، قاد المنتخب المصري للوصول لكأس العالم. صحيح. قدم بشكل كبير جدا، وأدى حتى لما لعب في كأس العالم هو مصاب قدم بشكل كويس وقدم بشكل جيد جدا. أي نعم ما كانش المستوى هو المستوى بتاع محمد صلاح، لكن كان راجع من إصابة وقعد فترة طويلة جدا 25 يوم ما بيشاركش في تدريبات أو مباريات، ولكن أعتقد أن محمد صلاح هو الأقرب للفوز بهذه الجائزة، هو بإنجازاته اللي حققها مع ليفربول، ووصوله حتى لنهائي دوري أبطال أوروبا مع قدام ريال مدريد، يمكن خسر ولكن قدم مستويات رائعة. فأعتقد محمد صلاح هو الأقرب للتتويج بهذه الجائزة، وإن شاء الله بكرة بإذن الله يعني محمد صلاح يقدر يحافظ على 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 الجائزه دي ان شاء الله. يمكن يكرر برضو انجاز حققه قبل كده، حاجه ضيوف حصل عليها مرتين، يا تاوري صامويل ايتو حصل عليها مرتين، فده يبقى انجاز للكره المصريه. خلينا نتكلم بقى عن الملف الاهم، يمكن الملف اللي بالنسبه لنا يمكن مهم جدا، ملف استضافه البطوله الافريقيه. يمكن الكابتن المهندس انا بوريده سافر معاه وفد كبير جدا، يمكن يضم الكابتن مجدي عبد الغني، الكابتن المهندس احمد مجاهد، الدكتور كرم الكردي، استاذ محمد كامل رئيس شركه برزنتيشن، ووفد كبير جدا من شركه برزنتيشن. اكيد يمكن الفتره اللي فاتت دي، يمكن بعد ما تقدمت مصر بملف استضافه البطوله وطلب استضافه البطوله، بدا المهندس هاني بوريده يتحرك. يمكن الموضوع موضوع تصويت، فمحتاج تحرك بشكل كبير، ونظرا لعلاقات الكابتن المهندس هاني بوريده بالمكتب التنفيذي، في اجتماع ان شاء الله بعد بكره، اجتماع مهم جدا هيحضر المفروض فيه 22 صوت من مكتب التنفيذ الاتحاد الافريقي. احنا طبعا احنا موجودين معانا خمس دول عربيه غير مصر، موريتانيا، عندنا ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر، بالاضافه لمصر. فانت لو خدت يعني ست اصوات موجودين مع كمان ست اصوات من باقي ال 22، اعتقد ان مصر قريبه جدا، مصر مقدمه ملف قوي جدا، واعتقد انت عندك البنيه التحتيه مهمه جدا. يمكن هي العامل يمكن الاساس العامل يمكن اللي عندك مشكله فيه الجماهير، ولكن اعتقد ان احنا عندنا يعني برضو عندنا ماتشات المنتخب بتحضر بجمهور بشكل كبير جدا، ماتش الكونغو وكل ماتشات المنتخب الدنيا بتبقى مفتوحه، ماتشات الاهلي في بطوله افريقيا، ماتش الزمالك الجمهور بيحضر بشكل كبير جدا. انا شايف ان مصر هي الاوفر حظا بالفوز بتنظيم البطوله دي، عشان عندنا بنيه تحتيه افضل. لا لا احنا مش افضل، احنا يعني خلينا نتكلم بالبنيه التحتيه، جنوب افريقيا ثقيله، جنوب افريقيا نظمت بطوله كاس العالم 2010 وعندها بنيه تحتيه، ولكن انا اعتقد ان نظرا يمكن يعني علاقات المهندس هاني بوريده القويه بمكتب التنفيذي بالاتحاد الافريقي، ممكن يرجح كفتنا. اعتقد ان هم كبير، وفي يعني في رغبه كبيره جدا من اعضاء المكتب التنفيذي ان هم يعني ان مصر هي اللي تنظم هذه البطوله. انت عندك ملاعب الحمد لله جاهزه، يمكن هتحتاجي بعض التجهيزات في بعض الاستادات، ولكن البنيه التحتيه موجوده. مصر يمكن نتمنى طبعا مصر تفوز بهذه البطوله. يمكن كمان الناس اللي ما تعرفوش، اللي احنا لو مصر نظمت هذه البطوله هتحصل على 20% من قيمه اجمالي الايرادات اللي موجوده في البطوله دي، يعني 20% يعني بتتكلمي عن ايرادات البث الفضائي الرعاه اللي موجودين، فده هيبقى مبلغ كبير جدا، مبلغ كبير. اعتقد احنا لو اشتغلنا صح الفتره اللي فاتت اللي جايه ديت، ويمكن انت عندك الظروف الاستثنائيه اللي انت تم سحب البطوله من الكاميرون. صحيح. وفي لو انت فعلا لو انت ركزتي كمان مع الاتحاد الافريقي ممكن تاخدي مميزات ثانيه، فاعتقد ان هيبقى ده مصدر للدخل كبير جدا. والاهم طب ازاي مصر تستفيد من بطوله زي دي؟ بطوله يعني اولا سياحيا، انت فعلا انت لو نظمت البطوله حضرت فيها الجماهير بشكل كبير جدا، وكان حاضر فيها جماهير، خرجت البطوله بنفس امكانيات والصوره اللي ظهرت عليها في 2006، فده انت فعلا بتقولي للناس كلها ان ان مصر لما بتحب تنظم حاجه هي بلد الامن والامان، فتقدر. غير كده انت ممكن تستفادي ماديا لو اشتغلت صح،
يعني غير ال 20% اللي الاتحاد الافريقي اداهم لك انت. اي نعم هتتحملي كل البعثات اللي هتيجي هنا موجوده في مصر انت هتتحمليها، سواء من فنادق من 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 تحركات من كل حاجه انت هتتحمليها، ولكن في المقابل انت تقدر تستفيدي بشكل كبير جدا. والاتحاد الافريقي عارف ان مصر وجنوب افريقيا او اي دوله متقدمه في الفتره دي عشان ظروف استثنائيه، الظروف الاستثنائيه ديت ان انت صاحب البطوله، فممكن يتعاطفوا معاكي كمان ان هم يقفوا معاكي ان هو يديكي موارد ماديه الى حد ما من بعض الحاجات الاخرى، فده هتبقى مصدر دخل كبير جدا. وفي بغض النظر عن اي حاجه اعتقد ان لو الجماهير ظهرت بشكل كويس في هذه البتاع ده يعني ده هيدي دفع كبير جدا للامن ومسؤول اتحاد الكوره ان الجماهير ترجع بشكل طبيعي جدا وتظهر مصر بشكل كويس جدا. احنا شفنا 2006 كانت الشوارع وعلى فكره انت حققتي 2006 يمكن حققتي اكبر نسبه عائد من التذاكر في 2006، فدي فرصه كويسه جدا. واعتقد ان احنا كلنا نحافظ ولابد ان احنا نساند كل المسؤولين وكل وزير الشباب والرياضه اللي متحمس جدا، الدوله متحمسه جدا لاستضافه هذه البطوله. اي نعم حدث مهم محتاج الجهود محتاج تضافر الجميع خلال الفتره اللي جايه، فاتمنى طبعا ان شاء الله واحنا املنا كبير جدا في المهندس هاني ابو ريده والمجلس اداره اتحاد الكوره والاتحاد الافريقي ان هو ان شاء الله يمنح مصر شرف استضافة بطولة 2019 وإن شاء الله ونقدمها بشكل كويس جدا للعالم كله إن شاء الله بإذن الله. طيب نرجع تاني لمباراة النادي الأهلي بكرة مع سموحة فريق السكندري. النهاردة كمان عمرو بركات تم قيده مع فريق سموحة وقد يكون موجود بكرة في القائمة اللي هتواجه النادي الأهلي. يمكن عمرو بركات طبعا يمكن الفتره اللي فاتت دي يمكن ما ظهرش مع النادي الاهلي خالص، يمكن ما خدش فرصته بشكل كبير جدا، يمكن الى حد ما ربما يكون عدم قناعه من الجهاز الفني، وده اكيد عدم قناعه من الجهاز الفني. يمكن سموحه يمكن عمرو بركات موجود، يمكن باسم مرسي في كلام ان هو بس لسه منتظر البطاقه الدوليه. صحيح. فدي صفقات مهمه جدا، اعتقد المباراه هتبقى صعبه، ودايما مباراه سموحه والنادي الاهلي بتبقى من المباريات الصعبه جدا اللي يعني حتى المهندس فرج عامر دايما قبل المباريات المهمه دي بيبدا. باسم مرسي كمان انضم للقائمه. يعني هو لعيب مهم جدا، لعيب عنده خبرات كبيره جدا. يمكن باسم مرسي زي ما بقول وبقول تاني، اللعيب من اللعيبه اللي ظلمت نفسها خلال الفتره اللي فاتت دي. اعتقد باسم مرسي لو ركز شويه مع الفتره اللي فاتت دي كان هيبقى له شأن تاني غير باسم مرسي. اعتقد كان هيبقى نجم في سواء في اي نادي موجود فيه او نجم في منتخب مصر. مباراه سموحه زي ما بقول لك هي مباراه مهمه جدا، يمكن سموحه عنده 23 نقطه وانت عندك 24 نقطه، ولكن سموحه لاعب اكثر من الاهلي 4 مباريات. صحيح. وغريبه جدا سموحه من اكثر الفرق تعادلا في الدوري، 11 تعادل، فده نتيجه كبيره. اكتر فرقه يمكن حصلت تعادل ففقدت نقاط كبيره جدا، ولكن الخساره قليله، مكسب اعتقد اربع مباريات او 3 مباريات. فالمباراه دي مؤشر بتقول لك ان فعلا سموحه من الصعب ان انت تخترق دفاعاته ان انت تقدر تفوز عليه، فدي هتواجه صعوبه في النادي الاهلي. ولكن المباراه مهمه للنادي الاهلي، مباراه مهمه لسموحه. المهندس فرج عامر يمكن اعلن ان هو ممكن يدي مكافئات للاعيبه سموحه، عارف ان قوه النادي الاهلي وعارف وكان كلام كتير جدا، هو نشر تويتر ان هو عاوز حكام اجانب لهذه المباراه، ولكن حكام اجانب اعتقد الامور صعبه جدا عشان تطلب حكام اجانب. لازم قبليها ب 10 ايام فرصه عشان اتحاد الكره بس يقدر يبحث عن الـ عن عن الـ عن الـ مين الحكام الاجانب يقدر يجيبهم، وبتسدد برده $25,000. فده مبلغ كبير جدا. صحيح. هي مباراه هتبقى مباراه مهمه سواء لسموحه او النادي الاهلي. اعتقد ان النادي الاهلي لو اتكلمنا عن النادي الاهلي، ليس امامه الا الفوز في هذه المباراه، يمكن خسر 3 مباريات. صحيح. وتعادل في 3، فالامور صعبه جدا للنادي الاهلي، محتاجين الفوز، الاهلي محتاج الفوز في هذه المباراه باي شكل من الاشكال. زي ما حضرتك قلت قبل كده، النادي الاهلي في المرحله القادمه محتاج ان هو يفوز بغض النظر عن الاداء، مش هو ده المشكله عندنا دلوقتي ومش هو ده المهم، الاهم عندنا اكيد جمع النقاط. هي دي المهمه دلوقتي، يعني احنا كنا بنتكلم كان النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي بتتكلم على اداء ونتيجه. احنا وصلت المرحله من جماهير النادي الاهلي يمكن كسرت نسيف النقاط خلال الفتره اللي فاتت ديت، اللي انت تخسري 6 نقاط من من من, من 3 تعادلات و9 15 نقطه في 13 مباراه، فدي كبيره جدا على النادي الاهلي، كبيره جدا على نادي بيبحث عن البطوله بيبحث عن المركز الاول. صحيح. فبالتالي وصلت المرحله دلوقتي ان هم عاوزين حتى المباراه اللي جايه ال5 أو 6 مباريات اللي جايه حتى بغض النظر عن الاداء مش مرضي لجماهيره، ولكن هي النتيجه هي اللي هتبقى مهمه. حتى لو الاهلي قدم مستويات رائعه ولكن لم يحالفه التوفيق بالفوز او التعادل، ده هيزيد الضغوط على لعيبه النادي الاهلي، هيزيد الضغوط على جماهير النادي الاهلي، هيزيد الضغوط على مجلس اداره النادي الاهلي. فبغض النظر عن اي حاجه، ال5 مباريات اللي جايين او 6 مباريات اللي جايين الاهلي محتاج فيهم ان هم 18 نقطه، لو 6 مباريات او 7 مباريات محتاج ان هو يبدا بقى فعلا ينافس.
طول ما انت بتقدري تنافسي، طول ما انت بتفوزي بتعملي حاله ضغط على الفريق المنافس بالنسبه لي. انما انت ما بتخسري ده بتدي بترفع من معنويات الفريق المنافس. صحيح. اي فريق موجود طبيعي جدا. طيب رايك ايه في التصريحات اللي سمعناها في الفتره اللي فاتت من لسارة المدير الفني للنادي الاهلي ان الدوري لسه في الملعب ولسه بدري جدا على النتيجه او الحسم اللقب هيكون لمين، او حتى تكهن بالكلام ده؟ حتى ده فكرنا يمكن شويه بمانويل جوزيه لما جه النادي الاهلي وكان في فرق 6 نقط بعد انتهاء الدور الاول ما بين الاهلي والزمالك، والراجل جه وقال انا هكسب الدوري الموسم ده وكمان بفرق كبير، وفعلا هو ده اللي حصل. صحيح، يمكن ده طبيعي جدا. انا مدير فني النادي الاهلي، طالما لم يحسم الدوري، طالما ان انا اقدر اعوض ولسه قدامي الجولات كتيره جدا، الاهلي لعب 13 جوله لسه قدامه والدور الثاني مع المباريات بتاعه الدور الاولاني المؤجلات كلها، فلسه فعلا بدري على الدوري جدا. واعتقد ان هو الكلام ده بيرفع بيه معنويات لعيبه النادي الاهلي، بيحسهم ان نعم النادي الاهلي يمكن فقط 15 نقطه في 13 مباراه، ولكن اكيد هو بيشتغل معنويا، اللاعب محتاج فني ومعنوي، وهو اكيد بيبحث عن ان النادي الاهلي يتواجد في 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 في, في اول الجدول. ده طبيعي جدا، فطبيعي ان مدير فني النادي الاهلي يتحدث ويقول ان فعلا الدوري لسه ما بيحسم، ودي حقيقي طبعا، ولكن انا زي ما بقول لك كده محتاج مجهود كبير جدا من النادي الاهلي، محتاج الاخطاء تقل بشكل كبير جدا، محتاج اللعيبه تبقى مركزه، محتاج يمكن الخط الدفاعي يكون اكثر من كده في تمركزه خلال الفتره اللي جايه، في عدم تمركز غير صحيح، ويمكن برده كانت نقطه سلبيه في ماتش بيراميد الكرات الطوليه، كان يمكن اي كره في ماتش بيراميدز كانت بترجع للخط الدفاع كان بيلعبوا الكرات الطوليه وهم اطوالهم وعلي جبر، وكانت الكره يعني كان النادي الاهلي بيفقد الكره بشكل كبير جدا. عشان نقدر نصلح، عشان تقدر تصلح الفتره الجايه محتاجه تصحيح للاخطاء، محتاجه استغلال الفرص، انصاف الفرص في الفتره الجايه، محتاجه الاخطاء تقل بشكل كبير جدا، محتاج الاصابات تقل بشكل كبير جدا الفتره اللي جايه. انا مش عارف سببها ايه، يمكن مستشفى النادي الاهلي، يمكن على السوشيال ميديا ان فعلا مستشفى النادي الاهلي مفيش مباراه يعني بيرجع فيها لاعب من اصابه الا ما بيدخل واحد لاعب اخر بيبقى مصاب، بتبقى دي مشكله النادي الاهلي. طبيعي جدا ان انا كمدير فني اما ادي فرصه لواحد ويبقى يمكن متوسط عدد المصابين دايما في النادي الاهلي 7 لعيبه، لازم يكون في 7 لعيبه مصابين. كتير جدا، كتير جدا، يعني انتوا بصوا كتير جدا، يعني حتى لو حد خف في حد غيره بيخف. ما هو انا بقول لحضرتك انت بتدخلي اتنين وبعدين اتنين بنفس الحكايه بيطلع اتنين تانيين مصابين، فدي مشكله بالنسبه للمدير الفني. انا كمدير فني لو بدي فرصه للاعب واللاعب ده اتصاب واديته فرصه وبقى فورمته عاليه عشان ارجع لاعب تاني في مركزه او اديله الفرصه بياخد وقت، فالوقت ده بيبقى في نتيجته ان في اخطاء في الملعب. نتيجه الاخطاء دي بالتالي ان انت المراكز او الهدف اللي انت عاوز تحققه ان الفوز ما بيتحققش. ليه؟ في لعيبه كتيره خرجت اساسيه بتقدر تكمل بشكل كبير جدا، ببعدها عن التشكيل، بيتصاب، ببدا ادي فرصه للعيب اخر، فبالتالي انت بتدفع ثمن عدم جاهزيه اللعيبه او الاصابات الكثيره، فدي بتدفع ثمنها في النتائج. فاعتقد ان عامل مهم جدا ان الجهاز الطبي النادي الاهلي يشوف الاسباب ايه. انا مش عارف صراحه اكثر الانديه تضررا بالاصابات النادي الاهلي، مش مفيش نادي كده في موجود في الدوري المصري اعتقد في اي دوري. صحيح. انت تلاقي 11 لاعب و12 لاعب وفي لعيبه في رامي ربيعه مثلا يمكن كمان من بعض تصريحات لسارتي قال انا بطلب ان يكون في وفد طبي يجي يزور النادي الاهلي بصفه دوريه ويحط للعيبه ازاي البرامج الطبيه، البرامج التاهيليه، وازاي يمشوا على سيستم معين عشان يعني يحاول يتلاشى شويه المشاكل اللي بتحصل. هو ليه هو لها ظاهره بشكل كبير جدا، يعني الظاهره يعني موجوده بشكل كبير جدا، يعني ما فيش مباراه زي ما اقول لك او تفقدي 7 من 7 ل 12 لعيب فكتير، يعني انت متدوري في فتره الاهلي بيدور فيها على لعيبه، احمد فتحي رجع اتصاب تاني ف يعني اعذاره لعب مباراه. في لعيبه في النادي الاهلي الناس نسيت اصلا هي بتلعب كوره، دي حقيقه. دي غيده مثلا اخر ماتش لعبه مثلا رامي ربيع، رامي ربيع فين؟ رامي ربيع بقى له اكتر من سنه ونص برده مش موجود. فالاصابات كتيره جدا وبشكل كبير جدا، فاللي بيدفع ثمن الاصابات ديت الجهاز الفني والنتائج بتاع النادي الاهلي. فاعتقد ان الاصابات دي لو قلت بشكل كبير جدا هتبقى عامل مهم جدا. انا لو جهاز فني وعندي الاساسيين وعندي دقه بدلاء قويه جدا، وده طبيعي اللي انا بحس النادي الاهلي يكون دقه البدلاء بتاعتي قويه، فاما بتيجي بتبحث بتلاقي ما فيش لاقي لعيبه، فبالتالي بتدي فرصه للناشئين، بتدي فرصه للعيب بعيد عن المستوى، بتدي فرصه ممكن ربما انت مش مقتنع بيه ان ياخد الفرصه في الوقت ده، ولكن الظروف اضطرتك ان انت تديله. فده صحيح. طبيعي جدا ان كان اداء الاهلي يتراجع بشكل كبير جدا. ده غير ده وده ان كثره اضاعه الفرص، ان حتى الفرص اللي بتيجي النادي الاهلي بيضيعها بشكل كبير جدا
الفنية كانت نتائج كلها سلبية للنادي الأهلي. صحيح. طيب هنرجع نتكلم تاني عن الدوري المصري وعن النادي الأهلي، لكن دلوقتي هنطلع معاكم نشوف تقرير عمله زميلنا شريف شعبان مع نجم النادي الأهلي الجديد حسين الشحات. تعالوا نشوف اللقاء ده ونرجع لكم تاني. حسين شحات، بقول لك اهلا بيك على شقة الاهلي، ومليون مبروك ارتداء الفانيلة الحمراء، مليون مبروك نزولك اول تمرين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيك. طبعا يعني شكرا ليك على المقدمه الجميله ديت. طبعا النادي الاهلي نادي كبير، اي حد يتمنى انه يلعب فيه، فبالنسبه لي حاجه كبيره يعني. طبعا يعني النادي الاهلي نادي كبير معروف ببطولاته، معروف بكل حاجه، فالنادي الاهلي طبعا يعني اتمنى ان شاء الله ان انا احقق يعني نص البطولات اللي هي موجوده في الدولاب انا وزملائي الفتره الجايه ان شاء الله. نفسي ان احقق بطوله افريقيا ان شاء الله، نقدر نعملها ان شاء الله، ونحقق بطوله الدوري السنه دي ان شاء الله. فطبعا يعني كانت بالنسبه لي ان انا لازم اخد صوره طبعا جنب دولاب البطولات طبعا. طبعا انا زي ما قلت نادي الاهلي نادي كبير، اي حد يتمنى يلعب فيه. نادي الاهلي يعني كان حلم من طفوله طبعا ان انا ارتدي تيشيرت نادي الاهلي، ان انا العب مع جيل كبير وجيل لعيبه كبار ولعيبه كويسه جدا على مستوى. بالنسبه لي كان نفسي احقق دوت، بس الحمد لله ما قدرتش. بس بعدها بفتره طبعا يعني من اول شلال الدخان كان في مفاوضات مع نادي الاهلي، وبعد كده مصر المقاصه، وبعد كده من وانا في العين. فطبعا كان بالنسبه لي انا لازم خلاص احقق اللي انا هلبس تيشيرت نادي الاهلي. فالحمد لله قدرت ان انا احققه، وان شاء الله اقدر احقق بطولات ان شاء الله. لا والله طبعا يعني انا الحمد لله يعني والدتي من صغري يعني معلماني اللي انا اشبع طبعا وعيني شبعانه طبعا. فالحمد لله بالنسبه لي ما كانش فارق معايا فلوس، فالحمد لله انا مبسوط في اي حاجه، فاقل فلوس انا مبسوط بيها، فبالنسبه لي مش فارق معايا فلوس والله. تمام. يعني طبعا كابتن الخطيب يعني حاجه كبيره جدا، واي حد يتمنى ان هو يقابله ويكلمه. فانا بالنسبه لي طبعا كابتن الخطيب اول ما كلمني قلت له طبعا انا تحت امر النادي، فانا متواجد في اي وقت تكلموني فيه انا اكون موجود. فطبعا يعني ده كان حلم كمان، فكابتن الخطيب ما يكلم اي حد، فخلاص الموضوع بالنسبه له خلصان. فالحمد لله يعني اول ما كلمني قلت له كابتن انا ان شاء الله متواجد، اول ما تخلص انا متواجد في النادي الاهلي. والله انا طبعا كابتن سيد كان بيرحب بيا، وانا كابتن سيد كنت قابلته كذا مره قبل كده، فبيرحب بيا وقال لي يعني مبروك انضمامك لينا، وان شاء الله تقدر تساعد زمايلك، وان شاء الله نقدر نحقق المطلوب، وربنا يكرم ان شاء الله وتبقى حاجه كويسه، تعمل حاجه كويسه. فكنت طبعا قاعد مبسوط معاه، قلت له طبعا يا كابتن ان شاء الله اي حد يتمنى يحقق بطوله مع النادي الاهلي، وان شاء الله اقدر اعمل كده ان شاء الله. طبعا يعني طبعا يعني المدرب طبعا اتكلمت معاه واتكلم معايا وقال انا متابعك طبعا، وانت لعيب كويس، وربنا يكرمك ان شاء الله تقدر تساعد زمايلك، وانا عارف ان انت بتلعب في كذا مركز، وان شاء الله ربنا يكرمك معانا ان شاء الله، ونقدر نعمل المطلوب ان شاء الله. قال لي طبعا النادي الاهلي نادي كبير بينافس على بطولات كتير، فطبعا يعني دي حاجه كبيره، وقال لي ان شاء الله تقدر تعمل كده ان شاء الله. طبعا يعني انا كنت عايز انزل التمرين لاني عشان خاطر طبعا اكون مع زملائي من اول يوم انا موجود فيه. فطبعا يعني اتمرنت، وان شاء الله عشان خاطر الحق مباراه افريقيا ان شاء الله، فربنا يكرم ان شاء الله وكلنا نصيب العب فيها ان شاء الله. ان شاء الله طبعا انا زي ما قلت لك انا اتصورت مع البطولات نادي الاهلي، لاني ان شاء الله نفسي احقق بطولات مع نادي الاهلي، وان شاء الله اقدر احقق بطوله افريقيا معاهم ان شاء الله انا وزملائي ان شاء الله. طبعا يعني كابتن محمد ابو تريك يعني حاجه كبيره وشخصيه عظيمه، فكان نفسي الحقه في الملعب طبعا، بس ما حصلش نصيب. فبالنسبه لي كابتن ابو تريك ما يكتب عليا كده، فدي بالنسبه لي حاجه كبيره، وديت اكبر دافع مع مسانده الجمهور ليا، مع مكالمه كابتن الخطيب، مع كل الناس بصراحه اللي ساعدتنا، يعني مش مهندس عبد الكي وامير توفيق، وكان احمد فضل قبل ما يمشي، يعني كل الناس فبصراحه يعني كل واحد لازم ياخد حقه. ف يعني الحاجات دي كلها طبعا يعني تديني دافع قوي، ومع مسانده الجمهور زي ما قلت مع تويت كابتن محمد ابو تريكه، فدي بالنسبه لي اكبر دافع ان شاء الله، وربنا يكرم ان شاء الله اقدر اعمل حاجه مع زملائي ان شاء الله. طبعا والله بشكره طبعا على الثقه الدهاله ديت، الثقه الكبيره ديت، وشكرا يا كابتن خطيب، وان شاء الله يعني اعمل حاجه كويسه، وان شاء الله اكون دافع ليا مسنده حضرتك ليا والمجلس الاداره كله. طبعا يعني طبعا بشكرهم النهارده على ان هم رحبوا بيا بطريقه كويسه، وان شاء الله يكون دافع كويس ليا، وان شاء الله اعمل حاجه كويسه معاهم ان شاء الله. رساله للاعبي الاهلي. طبعا يعني لعيبه اخواتي وصحابي طبعا، فان شاء الله بقول لهم ان شاء الله نقدر نعمل حاجه مع بعض، وربنا يكرمنا ان شاء الله ونحقق بطولات الفتره. طبعا يعني بشكرهم جدا على مساندتهم ليا الفتره اللي فاتت، وان هم اصروا ان انا اجي النادي الاهلي، ف بقول لهم شكرا جدا ليكم، وان شاء الله اكون دافع كويس ليا اللي انتوا عملتوه معايا، وان شاء الله احقق بطولات واقدر اساعدكم ان شاء الله كلكم ان شاء الله، انا وزمايلي ان شاء الله في الفريق. شهداء النادي الاهلي يستحقوا منك كلمه. طبعا يعني ربنا يرحمهم ان شاء الله ويجعل مسمعهم الجنه، وان شاء الله نحقق بطوله افريقيا اليوم ان شاء الله السنه دي. بالتوفيق يا نجم، وجماهير الاهلي باذن الله تنتظر منك اداء قوي، اداء يعيد امجاد النادي الاهلي، اداء يعيد بطولات النادي الاهلي مره اخرى. حبيبي الله يبارك فيك، ربنا يخليك يا رب.
مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ده كان لقاء خاص وحصري لشاشة قناة النادي الأهلي، تعرفنا فيها عن حسين نجم نجوم النادي الأهلي، حسين اللي برهن على حبه وانتمائه للنادي الأهلي، عشقه النادي الأهلي. بنتمنى له بإذن الله التوفيق، بنتمنى له بإذن الله يكون ليه دور مؤثر فترة مقبلة مع النادي الأهلي هو وزمايله، وترجع البطولات من جديد، ويكون عام 2019 هو عام الانتصارات للأهلوية. دمتم في أمان الله. تابعنا معاكم أول ظهور لحسين الشحات نجم العين الإماراتي السابق، وطبعا نجمنا في النادي الأهلي حاليا اللي انضم امبارح للنادي الأهلي. شفنا طبعا كلامه وتصريحاته دلوقتي، في فرق كبير قوي بين لاعب بيحب النادي الأهلي وبيعشقه زي حسين الشحات، ولاعب بالنسبة له النادي الأهلي محطة أو عقد بكام وقيمته قد إيه وفي إيه. صحيح، يمكن زي ما قلت أنا بداية الحلقة، يمكن حسين الشحات ضرب مثل كبير جدا وأعطى درس لناس كتير جدا، اللي فعلا الانتماء أهم من أي فلوس. يمكن حسين الشحات لاعب مهم جدا، ويمكن ظهر بشكل كويس جدا في يمكن مع العين الإماراتي في سواء في الدوري، وحصل على أحسن لاعب الموسم الماضي في الدوري الإماراتي، ودوري قوي مهم جدا زي الدوري المصري، ولكن هو ضحى بده كله. فعلا هو من صغره حابب النادي الأهلي، حلم يعني بيراوده من زمان إن هو عاوز يلعب في النادي الاهلي، عاوز يكون متواجد في النادي الاهلي، بيحمل تيشيرت النادي الاهلي، فضحى بكتير جدا. ورغم تألقه بشكل كبير جدا في كاس العالم للانديه، ربما حتى لو واحد بيحب نادي بشكل كبير جدا، بعد التألق اللافت للنظر في كاس العالم للانديه والعروض الاوروبيه، وكان ممكن يتغير يعني تفكيره بشكل كبير جدا، ويقول انا ممكن اسيب الاهلي محطه اخيره مثلا بعد ما احترف في اوروبا او اروح اكبر، وده طبيعي، كان ممكن يبحث عن كده. ولكن حبه وانتماء النادي الاهلي يمكن اجرى اتصالات كبيره جدا بالمسؤول العين خلال الفتره اللي فاتت ديت. الراجل حابب النادي الاهلي، حابب يلعب في النادي الاهلي، ضحى بحاجات كتير جدا، ضحى بحوالي اكتر من 15 مليون حبا في النادي الاهلي. يمكن هو ما كانش طالب اي حاجه الا انه يرتدي قميص النادي الاهلي، عارف النادي الاهلي، عارف جماهيريه النادي الاهلي، فبوجه له تحيه، مش عشان هو لاعب في النادي الاهلي، ولكن تحيه للاعب فعلا عنده انتماء لاي نادي بغض النظر عن الماده. فده بنحييه طبعا ونتمنى له التوفيق. زي ما بقول لك حسين شحات لعيب مهم جدا، لعيب جوكر، انا بعتبره زي ما بقول لك كده النسخه الثانيه من محمد بركات. لعيب عنده مهارات، لعيب بيقدر يحل لك مهارات كبيره جدا، يعني يقدر يحل اي ازمه انت بتقابليها، عنده مهارات فرديه بشكل كبير جدا، عنده ثقه كبيره جدا في امكانياته. فاعتقد ان هو هيكون لاعب مهم جدا جدا خلال الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي، وخاصه ان هو بيلعب في مكان بيحبه، فتفرق معاه كتير جدا. فطبعا نتمنى التوفيق، مش عشان بيلعب في النادي الاهلي بس، عشان خاطر المنتخب. لعيب مهم، واعتقد ان هو لو ظهر بشكل كويس جدا مع النادي الاهلي زي ما ظهر مع العين الاماراتي بشكل طيب جدا، هيكون له شان مع المنتخب خلال الفتره اللي جايه. كابتن مصر اجيري بيعتمد على عناصر الشابه، صحيح، فهو اكيد حسين الشحات هيكون له شان خلال الفتره اللي جايه سواء مع النادي الاهلي ومع المنتخب، وده هيعود اكيد على المنتخب خلال الفتره اللي جايه. يعني حسين الشحات من اللعيبه اللي كانوا فعلا حابينه وبيتمنوا ان هم يجوا النادي الاهلي. برضو في لعيبه تانية، شفنا مثلا حمدي فتحي لاعب انفي، اللي كان في مفاوضات ما بين النادي الاهلي وما بين انفي عشان ينضم لصفوف النادي الاهلي، طبعا لسه لغايه دلوقتي لم تحسم الصفقه، ولكن شفنا اللاعب بيتوقف امبارح بسبب تمسكه بالانضمام للنادي الاهلي. يمكن حمدي فتحي من اللعيبه المهمه جدا، لعيب ديفندر عالي جدا بشكل كبير جدا، بيقدم بشكل كبير جدا، وكان في اعين النادي الاهلي يمكن كانت مركزه معاه خلال الفتره اللي جايه. احنا كمان دلوقتي بعد اذن حضرتك معانا دلوقتي فيديوهات لوجود ياسر ابراهيم اثناء تواجده النهارده في النادي الاهلي لتوقيع العقود ما بينه وما بين النادي الاهلي. يمكن زي ما بقول لك كده صفقتين مهمين جدا النادي الاهلي، سواء حسين الشحات، وبعدها بساعات قليله جدا يكون ياسر ابراهيم يكون موجود. فاعتقد ان فعلا النادي الاهلي يعني ماشي على الخطى الطريق الصحيح خلال الفتره اللي فاتت ديت. يمكن حمدي فتحي يمكن الولد اعلن ان هو عاوز النادي الاهلي، صحيح، نادي انبي وقفه لاجل غير مسمى، صحيح، يمكن هو النادي انبي كان عاوز محتاج ان هو يكمل معاه الموسم ده، النادي انبي الامور مش ماشيه معاه كويس في الدوري هذا الموسم، وبالتالي كمان اتجمدت مستحقاته، صحيح، فدي مشكله. ففي يعني انت بتشوفي لعيب فعلا بيضحي باي حاجه عشان خاطر
ان هو يكون موجود في النادي, يكون موجود في النادي اللي بيحبه. بس بغض النظر اي حاجه, اتمنى ان حمدي فتحي يحل المشكله بتاعته حتى لو ما صحيح. ما يعني ما تعاقدش مع النادي الاهلي. ولكن برضو انت لعيب محترف, المفروض برضو يعني خلي بالك هي مفاوضات, يعني هو مفاوضات في الاول وفي الاخر, ربما يتم عدم التوفيق في هذه المفاوضات ما بين الاهلي وانبي. فالمفروض انت تلتزم برضو حفاظا على مستواك, يعني انت برضو في الاول وفي الاخر انت راجل لعيب بعيد عن المباراه, حتى لو مالكش نصيب في الموسم الحالي بس, ولكن خلاص الرغم اعتقد ان انت حتى لو الموسم ده ما انتقلتش النادي الاهلي, فانت تركز في ملعبك, تركز مع النادي اللي انت موجود فيه وتديله لحد اخر لحظه عشان مستواك. انت برضو انت بتبحث عن اللعيب اللي بيبعد اكتر مباراه او بيبعد عن عدد من المباريات عن المشاركات, مستواه بيقل كبير جدا, فبيحتاج مجهود مضاعف عشان يرجع بشكل كويس جدا. فاعتقد ان حمدي فتحي ان كان بيحب النادي الاهلي, ولكن الاداره برضو لابد انه يلتزم. في ضغوط عليه, هو حابب النادي الاهلي, ولكن برضو هي مساله مفاوضات ما بين اداره الناديين, وفي الاول وفي الاخر انت لعيب في ناديين, فلابد برضو ان انت تلتزم خلال الفتره اللي جايه, حافظ على مستواك. واعتقد النادي الاهلي طالما حاطط في باله ان انت ممكن تبقى متواجد وعارف فعلا اللي انت لعيب, كمان هو صغير لسه في السن, لسه صغير, فدي خبرات بقى, دي الخبرات. وفعلا النادي الاهلي عارف ان انت فعلا انت بتحبب النادي, لو حابب ارتداء النادي الاهلي النادي الاهلي, فاعتقد ان احسن حاجه بالنسبه له ان هو يصبر, يلتزم بقرار اداره نادي انبي, ما يصيرش اي مشكله الفتره اللي جايه حفاظا على مستواه, والباب لسه مفتوح. أكيد. موضوع يمكن فتره انتقالات شتويه, في موسم جاي, في فترات الفتره اللي جايه, فطبيعي انه يلتزم, وطبيعي ان هو يكون متواجد مع انبي عشان المحافظه على المستوى خلال الفتره اللي جايه. اكيد. استاذ رامي رجب الناقد الرياضي في جريده الدستور, نورتنا النهارده في كلام في الميديا. شكرا يا استاذ شيماء, انا سعيد ما كنت موجود معاكي وموجود في قناه كبيره زي قناه النادي الاهلي. خليك مرسي. شكرا لحسن متابعتكم, ان شاء الله اشوفكم بعد بكره يوم الاربعاء. بكره ان شاء الله هيكون في لقاء نادي الاهلي وسموحه الساعه 5 مساء. إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لفريقنا, فريق النادي الأهلي, وإن شاء الله يحصد بكرة الثلاث نقاط. أشوفكم على خير إن شاء الله.